إذن اعتمد مجلس الأمن الدولي بغالبية أعضائه اليوم الخميس تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل لمدة عام إضافي، وذلك بعد مناقشات طويلة تمحورت حول حرية تنقل الجلود الدوليين. لا يزال ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يراوح مكانه، إذ مدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان لمدة عام جديد بعد مناقشات طويلة تمحورت على حرية تنقل الجنود الدوليين، كما يدعو القرار كل الأطراف إلى ضمان احترام حرية تنقل القوات في كل عملياتها وحرية وصولها إلى الخط الأزرق والسماح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل. تمديد القرار جاء خلال زيارة المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة لبيروت، مؤكدا أنه حان الوقت لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا، مشيرا إلى أنه حان الوقت لمراجعة الإطار الذي سمح بالتوصل إلى نتيجة على صعيد الحدود البرية، علاوة على تمكن واشنطن من حل النزاع الحدودي طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل. التنسيق مع الجيش اللبناني ضرورة أساسية، إذ طلبت السلطات اللبنانية أن يشمل تمديد تفويض القوة، لكن على أساس قرار ملزم بضرورة التنسيق مع الحكومة اللبنانية خلال التحركات. بدورها رحبت إسرائيل بتمديد تفويض القوة الأممية، مطالبة المجتمع الدولي بتبني موقف صارم في مواجهة محاولات حزب الله من ممارسة الاستفزاز ومحاولة التسبب بالتصعيد. قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي مددت ولايتها لمدة عام تواصل محاولاتها في حل النزاع القائم، إذ قادت اجتماعات لبنان وإسرائيل بشأن نقاط الخلاف التي تمنع ترسيم الحدود البرية في محاولة جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. احتمالية التوافق على ترسيم الحدود وسيناريوهات التصعيد محاور نناقشها الآن مع ضيفنا من بيروت عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر الأستاذ وليد الأشقر. أهلا بك أستاذ وليد. يعني الحديث عن عودة دعوات ترسيم الحدود وأيضا ما تحدث به المبعوث الأمريكي في بيروت الذي أكد استمرار حالة الحرب رسميا بين لبنان وإسرائيل، اليوم إلى ماذا تؤشر؟ بالتأكيد نحن في حالة حرب مع إسرائيل، يعني نحن ما عملنا معاهدة سلام مع إسرائيل كما فعلت مصر أو الأردن، وتاليا لبنان وسوريا ما زالا في حالة حرب مع إسرائيل. ما يجري اليوم حاليا هو تعديل لشروط أو لدور اليونيفيل قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، وكأن قوات حفظ السلام الدولية هي معنية بحفاظ على أمن إسرائيل من الجهة اللبنانية وليس العكس. نحن نعلم أن إسرائيل هي من تنتهك يوميا الحدود اللبنانية بحرا وبرا وجوا، وتاليا المعني بأي ضبط للحدود وحماية الحدود وحماية الفريق الآخر، نحن كلبنانيون معنيون بأن يكون هناك قوات السلام من الجانب على الجانب الإسرائيلي للحدود وليس على الجانب اللبناني، لأن الفريق الذي ينتهك الحدود وينتهك الاتفاقيات هو الطرف الإسرائيلي. ما يجري حاليا من تعديل لدور وصلاحيات قوات اليونيفيل هو أمر معيب. الدور الأساسي لليونيفيل هو الحفاظ على الأمن ومراقبة تطبيق القوانين الدولية والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ليس إلا. أستاذ وليد، اليوم يعني بالعودة عن الحديث عن ملف يعني ترسيم الحدود البرية، يعني لبنان كان له شوط في هذا الملف، اليوم ما الجديد؟ وأيضا هل نتوقع أن يكون هناك توافق بالفعل على ترسيم الحدود البرية؟ لما انسحبت إسرائيل من لبنان في العام 2000 تم هناك ترسيم مؤقت لهذه الحدود على شكل نقاط أو الخط الأزرق سميت في حينها. لبنان تحفظ حينها على عدد كبير من النقاط، وهذه النقاط التي تحفظ عليها لبنان حينها ما زالت موضوعا عالقا بين لبنان وإسرائيل إلى يومنا هذا، وهذا ما أخر موضوع ترسيم الحدود البحرية، لأن الحدود البحرية التي رسمت في أواخر الصيف الماضي بين لبنان وإسرائيل هناك تحفظ على المناطق في منطقة الناقورة، أي المناطق القريبة من الشاطئ
وهذه المناطق القريبة من الشاطئ هي مرتبطة بالنقاط التي تحفظ عليها لبنان في الحدود البحرية، في ترسيم الحدود البرية عفوا. نعم. وتاليا وجوب ترسيم الحدود البحرية البرية أو التأكيد على النقاط الخلافية في الحدود البرية هو موضوع أساسي. أضف إلى ذلك موضوع مزارع سبعة، موضوع الغجر الذي هناك إشكالية كبيرة عليه، وتاليا الحدود البرية التي رسمت في العام 2000 والتي تحفظ لبنان عليها، لربما نحن بحاجة إلى استعادة حقوقنا كلبنانيين في هذه النقاط التي تحفظ عليها لبنان في حينه. أعتبر أن هناك فرصة اليوم أمام اللبنانيين أن يجددوا الطلب للتوافق وإعادة الحقوق التي انتزعتها منهم إسرائيل عنوة، والتي ما زلنا متحفظين عليها حتى يومنا هذا. أستاذ وليد، يعني بالنظر لنقاط القوة التي تمتلكها اليوم لبنان من أجل يعني ملف التفاوض على ترسيم الحدود، أيضا لربما يؤثر الفراغ الرئاسي وأيضا يعني الإشكال السياسي اليوم الحاصل في لبنان، يعني كيف سيؤثر هذا على هذا الملف تحديدا بالنظر للثروات الطبيعية التي تمتلكها لبنان إن كانت في البحر أو أيضا على البر؟ مما لا شك فيه أن الدستور اللبناني الذي كان واضحا في هذا الشأن، الذي أعطى صلاحية التفاوض وإبرام الاتفاقات الدولية لرئيس الجمهورية حصرا، ولذلك نحن نعتبر أن أي تفاوض لربما سيجري مستقبلا مع الطرف الإسرائيلي لا يمكن أن يبت ويوقع عليه إلا في حال وجود رئيس الجمهورية. أضف إلى ذلك أن رئيس الجمهورية هو من يشكل الوفد المفاوض بأي مفاوضات دولية، وتاليا أيضا في هذه النقطة هناك دور أساسي لرئيس الجمهورية. المشكلة الأساسية اليوم في لبنان تكمن في الفراغ الرئاسي، وبهذه الحال اللبنانيون أو القوى السياسية اللبنانية التي تكون المجلس النيابي من 128 نائبا مدعوة في أسرع وقت ممكن إلى التوافق لانتخاب رئيس الجمهورية، لأن هناك استحقاقات داهمة علينا، منها داخلية، منها على سبيل المثال الموضوع الأمني الداخلي، الموضوع الاقتصادي والمالي الداخلي الذي هو أساسي أيضا، ومنها الموضوع الإقليمي وموضوع ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل وغيرها من المواضيع، منها مثلا استخراج النفط والغاز الذي بدأ منذ أيام في البحر اللبناني. وهذه المواضيع كلها بحاجة إلى ضبط إيقاع من خلال انتخاب رئيس الجمهورية، لتكون السلطات اللبنانية الدستورية قائمة بشكلها الطبيعي، ومنها حكومة وليس حكومة تصريف أعمال كما هو الوضع الحالي، وكل هذه السلطات الدستورية التي نحن كلبنانيين بحاجة إلى أن تكون قائمة وتكون بصلاحياتها تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، على أمل أن تكون هذه الانتخابات في القريب العاجل، لكن لا يبدو هناك أي بادرة حتى الساعة في هذا الوقت. يعني أستاذ وليد، كنت سأسأل بهذا الخصوص بعيدا عن ملف يعني ترسيم الحدود، اليوم الأزمات الداخلية في لبنان يعني وأنت قلتها قبل قليل لا انفراج قريب لربما، يعني هل ننتظر مزيد من الوقت لربما سنة أيضا؟ لا، ما بدي يكون هالقد متشائم، أنا آمل أن يكون الانفراج السياسي في أقل من سنة. ليس هناك في الأفق القريب ما يدل أن هناك انفراجا في الأشهر القليلة القادمة، لكن بالتأكيد هناك دائما أمل أن تكون المفاوضات الداخلية بين القوى اللبنانية ستؤدي إلى نتيجة إيجابية في القريب العاجل، لكن ليس هناك أي تواريخ واضحة. بالتأكيد نأمل أن لا تكون هذه التواريخ مؤخرة إلى حدود سنة، لربما أقل، ونأمل بذلك ونتمنى أن يكون هناك انفراجة. شكرا إذن عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر الأستاذ وليد الأشقر، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من المعلومات معنا من بيروت مراسلة قناة المملكة مي عبد الله. أهلا بك مي. مي، يعني نبدأ من تمديد لعام آخر لقوات اليونيفيل، ردود الفعل الرسمية على هذا القرار؟ نعم، بعد الجدل الطويل الذي شاب
موضوع التمديد لمهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان. أخيرا صوت مجلس الأمن الدولي على هذا القرار بعد جدل طويل سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي. يعني لبنان كان يرفض هذا توقيع هذا القرار باعتبار أنه لا يريد التجديد وفق الصيغة التي جدد للقوات اليونيفيل من خلالها العام الماضي والتي تعطيها صلاحيات كاملة للتحرك من دون التنسيق مع الجيش اللبناني. اليوم كان هناك ترحيب لبناني بإقرار هذا التمديد باعتبار أن القرار لم يأتي وفق البند السابع كما كانت تطالب بعض الدول الغربية. ومن هنا أكد وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب أن قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان وأن لبنان يقبل القرار الأخير الصادر عنها وهو ملتزم الاستقرار والسلام في جنوب لبنان. هو شطب هذا القرار اليوم في حديث إلى الإعلاميين، قال بأن القرار المتخذ كان العام الماضي هو قرار فصل سابع مقنع، اليوم أردنا العودة إلى الفصل السادس القائل بالتعاون بين الدول المضيفة والقوة الدولية، لذا تقدم لبنان بصيغة نص على التنسيق مع الدولة اللبنانية. وعندما قدم لبنان هذه الصيغة طبعا كان هذا بناء على اقتراح فرنسا. عبد الله أبو حبيب أكد أن الصيغة التي تم اعتمادها اليوم هي يعني أن القوات اليونيفيل تتمسك أو تتمتع بالحرية المطلقة لكن مع تطبيق اتفاقية الممر. اتفاقية الممر تنص على التنسيق مع الدول المضيفة أي لبنان فيما يتعلق بالقضايا السيادية، يعني وكأن الإقرار جاء في منتصف الفصل السادس والفصل السابع، يعني هي تتمتع بهذه الحرية لكن في الأمور التي تتعلق بالسيادة اللبنانية عليها التنسيق مع الدولة اللبنانية. من هنا جاء الترحيب اللبناني سواء أيضا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رحبوا كلهم في هذا القرار، ولكنهم في نفس الوقت دعوا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان وإلى ضرورة تطبيق القرار 17-01. أبو حبيب أيضا أشار إلى نقطة مهمة جدا، أن صحيح أن الجيش اللبناني لا يرافق كل دورية لليونيفيل لكن هو يرافقها في الدوريات التي يتفق عليها مسبقا، وهو قال بأن اليونيفيل تصرفت في العام الماضي وكأنها لم تغير قواعد اللعبة وهذا يسجل لها. يعني العام الماضي عندما أقر التمديد تحت الفصل السابع أي بضرورة العمل من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، لكن فعلياً على أرض الواقع في كل مهمة كانت لليونيفيل كان يتم التنسيق فيها مع الجيش اللبناني. لكن بحسب ما هو واضح بأن قوات اليونيفيل اليوم والبعثات الدولية تريد أن تحفظ أو تحمي عناصرها خلال التحركات الأمنية في لبنان باعتبار أن هناك جندي إيرلندي قتل العام الماضي ولا تزال التحقيقات في القضاء العسكري مستمرة حتى هذه اللحظة. هناك 5 متهمين تابعين لحزب الله لم يتم توقيف سوى واحد منهم لدى القضاء العسكري. إذا أن هذه ربما يعني بداية جديدة مع قوات حفظ السلام يعمل منها أن يعني تحافظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، خصوصا وأن عمليات التنقيب بدأت والمنطقة تحتاج إلى هذا الاستقرار كما أكد. يعني بحديث عن الاستقرار أيضا مي، يعني إذا ما تحدثنا عن العودة للحديث عن ملف ترسيم الحدود البرية مع النظر أيضا إلى الفراغ الرئاسي الذي لربما يؤثر على سير هذه العملية أو على هذا الملف تحديدا، اليوم ردود الفعل إن كانت يعني أيضا من الأحزاب اللبنانية أو أيضا الشعبية على هذا الحديث؟ طبعا الشارع اللبناني ينقسم حول موضوع ترسيم الحدود البرية. قبل أن أدخل في هذا الحديث، عبد الله أبو حبيب وزير الخارجية كان قد تحدث اليوم أيضا عن هذا الأمور، هو قال بأنه لم يتم البحث بتفاصيل أو بموضوع ترسيم الحدود البرية مع الموفد الأمريكي، لكن تم التطرق في موضوع
تثبيت الحدود التي حددت في العام 1949، وهوكستين وعد بأنه سيبحث هذا الأمر مع الإسرائيليين، وإذا وافقوا فأن بلاده ستسهل، يعني أي لبنان سيسهل هذا الموضوع. يعني يبدو بأنه في الكواليس يتم بحث موضوع الحدود البرية، لكن موضوع الحدود البرية ليس مرتبط في لبنان وحده، هناك الجانب السوري له رأي في هذا الموضوع، الجانب الإسرائيلي له رأي في هذا الموضوع. عندما يعني يبحث في الكواليس هذا الأمر، هناك ترتيبات كثيرة يجب أن يتم الاتفاق عليها قبل البدء بترسيم هذه المنطقة البرية، منها تسليم سوريا للوثائق التي تثبت لبنانية مزارع شبعة، وهذا الأمر هو بند أساسي ورئيسي قبل البدء بترسيم الحدود البرية. اليوم هناك انقسام في الشارع اللبناني، منهم من يرى بأن مزارع شبعة لبنانية، وطالما أنها محتلة فأن هذا الأمر يستمر في تشجيع عمل المقاومة، أي عمل حزب الله داخل الجنوب اللبناني. ومنهم من يعتبر بأن الجانب السوري يريد أن يخفي هذه الأوراق للتمديد لعمل حزب الله كحزب مقاوم كما يسميه في جنوب لبنان، لذلك هو لا يقدم الأوراق للأمم المتحدة التي تثبت لبنانية مزارع شبعة. إذن هذا الأمر يدور في الكواليس، هناك انقسام داخلي حوله، لكن ما يريح الداخل اللبناني اليوم هو الانتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية وبدء عمليات التنقيب التي يرى فيها الكثير من اللبنانيين بأنها قد تكون مقدمة لبحث جدي في موضوع ترسيم الحدود البرية. شكرا. إذا مراسلة قناة المملكة من بيروت مي عبد الله، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.